اسمي محمد الريفي 27 سنة. هذه تجربة مهمة لي، وأنا جيت الإكس فاكتور كفرصة، أول مرة فرصة بغيت نبين على راسي، إن شاء الله يكون خير يا رب. وأول مشترك معانا الليلة هو محمد ريفي من المغرب، معقولة يكون عنده الإكس فاكتور؟ مش خايف، مش خايف والله العظيم، مش خايف، جيت من عند ربي. طب مش المفروض يبقى في شوية خوف عشان يبقى الأداء أعلى؟ أنا عايز، أنا خايف لأمي، أنا عايز أمي نقول لها نجحت. أما من هي 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 اللي بتشجع؟ هي اللي بتشجعني، وهي مستنية تعرف الأخبار؟ أه هتكلمها أول ما تخلص؟ يا رب. السلام عليكم. شو الاسم الكريم؟ محمد الريفي. شو جاي تعمل؟ جاي أغني. تغني لمين؟ بحب أغني لأمي، ودعاء أمي أول شيء، ودعاء أمي. الله يخليها لك إن شاء الله. أمي والله العظيم أنا ببكي دائما على أمي اللي أنا خلتني في المغرب. لا أنا إن شاء الله ترجع لها. يا رب. طيب يلا يلا سمعنا؟ أوكي. تفضل. أنا عجد في يقول إني محتار، عندك قدرة صوتية فريدة بالضبط، غريبة ما بعرف، صوتك كتير نادر يعني فريد. صوتك جديد مش جديد، نادر صراحة، غريب كتير، حضورك عطاني كتير طاقة إيجابية. شكرا صراحة. شكرا الله يخليك. يعني أنا بشوف صوته ما بيشبه حدا، بعد ما سمعت حدا عنده هالتكنيك مميز. ما في شك إنه صوتك غريب وفريد من نوعه، بس حسيته أكتر أخذها بطريقة إيجابية، ما بديك تزعل، بيصلح لأفلام الكرتون، عم كاركترك. لا هيدا كاركتر، مش ليش أخذتوها بطريقة سلبية. أنا من إحساسي إنه أنت عندك إكس فاكتر، يعني أنت عندك شيء غامض بس حلو، فأنا يس. شكرا. يس والله يس. أنا أكيد بعطيك ياس. شكرا. بالنسبة لإلي أنا رح أعتذر منك ورح أقول لك نو، لأني ما اقتنعت بالصوت. أنا كصوت بقدر أقول له إيه، بس كحضور أكيد ناقصه حضور. صح، ليش صح؟ فا يس أور نو. خي غريب. يس. شكرا. شكرا. عنده شيء مميز ما اعرف شو. معدوم مش كل يوم فينا نشوف هيك غريب. حالي غريب صراحه. امي انا عايز امي، انا بفرح امي، انا حاسس والله الله اللي يعلم. انا بغني فقط لامي، لامي بيفهمني، الناس كل شيء يفهموني. شكرا.